طبعا بلدنا وولادنا واسرهم. انا عاوز اقول ان انا عاوز اشكر الاسر اكتر حتى من ولادنا، لانه انت ما تقدرش تبقى صانع تغيير اجتماعي، ما تقدرش تبقى مبتكر الا لو والدك ووالدتك، لو اسرتك، لو جدتك، لو حد من عيلتك كان صانع تغيير هو اخر. كان تشينج ميكينج بيرنت، كان تشينج ميكينج ماذر، يعني صانع تغيير الام او اهل او مسؤول في البيت او جد او عم. ليه بقى؟ لان هم اللي بيدونا الفرصه اننا نبدع، بيدونا الفرصه اننا ما نحفظش. انا دايما هقول لكم وكتبت كده مقاله، يا جماعه وقت اننا نتخانق على مين هيجيب 150% في ثانويه عامه انتهى. وقت ان احنا عايزين نجيب اعلى درجه في الامتحانات انتهى. النهارده الوظائف كلها بتتغير، العالم كله بيتغير، والدنيا بقت قريه صغيره. يعني بكره هيجي لنا ناس يعيشونا في العمل، ولو احنا ما عندناش القدره اننا نبتكر ونبدع وناخد بره الاطار التقليدي لحياتنا، وبدل الحفظ نبتدي نحلل ونفكر، بدل ما يجي الموظف يشتكي طول النهار يجي بالحل بتاعه، مش هنقدر ننافس العالم. وانا ما اقدرش كمصريه وعربيه اني اسمح بده، ولا الموجودين هنا يقدروا يسمحوا بده، ولا الست الوزيره، ولا مصر الخير، ولا رحمة بالي، ولا مايكروسوفت، ولا سجلات، كل الناس دول ولا حد من الناس دول هيقدر ده. واحنا النهارده موجودين كلنا مهتمين بده. ومن هنا بدايتنا اللي عايزين كلكم تشاركوا معانا فيها، هي مسابقات صناع التغيير الاجتماعي في الوطن العربي. هو ده سبب وجودنا النهارده. ده مهم. وعندنا فكره كتيره جدا لصناع التغيير هقول عليها، بس قبل ما اقول عليها عايز اقول لكم ان احنا لما عملنا المسابقه دي تقدم لنا 250 طفل شاب صغير ما بين 14 ل 21 سنه. كان كلهم جمال جدا، ويا ريتنا نقدر نشتغل معاهم كلهم، كلهم براعم وكلهم عظماء. لكن كان عندنا بعض المعايير المهمه جدا، ان يكون عندك من الاصل رغبه في العمل الاجتماعي، حتى لو كنت بتوصل شغل رمضان قبل كده، وده بتبقى عمل جيد، بس بالنسبه لنا مش قياده اجتماعيه، لكن حتى ده انك عندك او عندك اهتمام بالعمل الاجتماعي، ان انت قبل تشتغلي فريق، انك قبل تقعدي 6 أشهر تتدربي، او انت قابل انك يبقى عندك فكره سهله التنفيذ. احنا بنقلق جدا من حد جاي يقول لنا انا عاوز اقضي على الاميه في مصر، انا عاوز اصلح التحكيم في مصر. ده كلام جميل جدا، بس شغل الحكومه. انت كمبدا قياده اجتماعيه تقول انا عندي فكره جديده، واحنا بالذات بالنسبه للشباب الصغير ده عاوزينك بس تبقى عندك مبادره اجتماعيه مجتمعيه تورينا انك انت او انت عندك اهتمام بالبيئه المحيطه، انك قلبك وجعك على بلدك، انك عاوز تبني مش تلف، انك تقدر تشتغل في فريق، وانك تقدر تقنع اللي حواليك. هي دي معاييرنا للاختيار الاخرانيه. الفكره مش لازم تبقى جديده تماما، مع الصغيرين ما بنقولش ان احنا عاوزين فكره جديده، بس لازم تكون من قلبك، لازم تكون محبوب على بلدك، لازم تكون عاوز تحسن بلدك. وبلدك مصر والاردن وفلسطين ولبنان والمغرب وتونس. ده اللي كان يهمنا، وهي دي كانت معاييرنا، وهي دي الفتره اللي من 60 بقوا في الاخر 20 او 24 وتم اختيار منهم 5، وكلهم بيشتغلوا في مجالات جميله جدا، انتم شايفين الامثله، كلهم اشتغلوا في حاجات مهمه، كلهم فرق معانا، كلهم عملوا فرق عمل. وانا لو بايدي كنت زود، كنا ادينا كلهم جوائز، كنا اديناهم كلهم شغل بعد كده، بس طبعا انتم عارفين احنا كان عندنا نقدر نكسب في 5، فده مهم جدا. عايز اكون فريق اشوكه نعطيهم يقفوا بس قبل عشان ما انساش، ما بيننا تيجي هنا ايه؟ ياسمين انا هروح واحد واحد، مين تاني؟ جنيفا، قدري، ايناس، ميري، يا جماعه مش هفتكروا هتحرقوني، نهى، لا انا بشوف